مدة 3 سنوات احنا جداريات عامة، مدارس، رياض أطفال، حتى مواقع حكومية رسمناها. بس بالفترة الحظر التجوال الأخير اللي صار قبل تقريبا أقل من سنة، قلنا خلينا نغير الفكرة، نسويها نرسم أزقة. بدينا نفس الفكرة، بدينا ببيت وما توقعنا أنه هاي الفكرة راح تنتشر. بدينا ببيت بمنطقة الكاظمية، كان الزقاق زقاق تراثي وطبعا زقاق قديم، فسوينا رسمة لوحة تراثية، فشفنا تفاعل كلش قوي صار من الناس العفو من مواقع التواصل، فاستمرينا بهاي الفكرة، والباقي البيوت والمنازل طالبونا بأنه نستمر أو نرسم منازلهم. حاليا من رسومات صار اعتناء من كل الدوائر الدولة، والعالم قامت تجي كل مكانات هنا تاخذ صور، وهم يراسلونا يعني بعض الازقه التعبانه، هم يعني احنا نقول المهموله، يريدون بعض رسومات بها، هم رسم البغدادي، احنا مو بس بغدادي اختصاصنا، يعني بكل ازقه يعني كل ازقه اختصاص البيئه حاضرها تاريخها يعني القديم، نحب الرسم هاي الافكار مالتنا. سابقا المنطقة كانت مهملة جدا، منطقة تراثية، محلة الأنبارين، منطقة الكاظمية عمرها ما يقارب فوق 100 سنة، فكانت يعني جدرانها متهالكة ومهملة جدا. فهذا الشباب من اجى أحيا تراث المنطقة بعدة إيجابيات، يعني إيجابيات كل الجميلة. من ضمن الإيجابيات اللي أحيوها الشباب يعني كانت أكو شخصيات عليها غموض جدا، أمثال علي الوردي، شخصية من مفكرين من أهالي الكاظمية على مستوى العالم. هذا الجيل الجديد ما يعرف هذا من الشخصية، من إجا شاف هذه الشخصية مرسومة على الجدار سأل هاي من هاي الشخصية، قال هذا شخصية من مدينتك من الكاظمية، بدأ يبحث عنها، بدأ يطبق أفكاره لأن هذا تراثنا هذا.